limiting in excess. قبل ما نعرف يعني ايه limiting in excess reagents في الكيمستري محتاجين نعرف يعني ايه limiting in excess عامة. احنا عارفين ان كل فريم بتاع النضارة بيركب عليه عدستين اتنين لانسز عشان يطلع نضارة واحدة. يعني الريشو ما بين الفريمز لللانسز للجلاسز is 1 to 2 to 1. طيب يعني انا لو معايا 100 فريمز و 200 لانسز هركب ال 200 لانسز على ال 100 فريمز هيروحوا مطلعين لي 100 جلاس وكده ولا هيبقى معايا اي فريمز زيادة ولا لانس زيادة يبقى كده مفيش اي فريم ولا لانس ليميتنج ولا اكسس. طيب ان كيس بقى ان انا معايا 100 فريمز ومعايا 180 لانسز وجيت سألت مين فيهم ليميتنج ومين فيهم اكسس هنعمل ايه؟ هننزل الريشو ما بين الفريمز لللانسز الريشو 1 to 2 وممكن نحط الميت فريم تحت الفريمز والكويستشن مارك تحت اللانسز ونعمل ملتبلاينج 100 by 1 over 2 يعني تطلع 200 لانس. يبقى كده انت محتاج 200 لانس عشان تركبهم على الميت فريم. دول بالمقارنة بال 180 لانس اللي معايا هم اكتر وبكده يبقى اللانسز اللي معايا قليلة limiting والفريمز اللي معايا زيادة يبقى نقدر نقول ان الفريمز في الحالة دي are in excess وتبقى اللانسز اللي معايا are limiting. طيب لو انا جيت سألت هو انا هيطلع لي كام نظارة من اللانسز اللي معايا بما ان هي الليميتنج فنروح عاملين ريشو بين اللانسز والجلاسز. الريشو بتقول ان كل اتنين لانس بيطلعوا 1 جلاس يبقى ال 180 لانسز اللي معايا هيطلعوا كام جلاس؟ 180 في 1 على 2 يبقى هيطلعوا 90 جلاس. طيب لو جيت سألت عدد الفريمز الزيادة اللي هتفضل معايا بعد ما ركب ال 180 لانسز عليهم نجيبها ازاي؟ نعمل ريشو بين الفريمز لللانسز اللي هي 1 ل 2 ونشوف ال 180 لانسز اللي معانا هيركبوا على كام فريم. فال 180 في 1 على 2 يعني المفروض ال 180 يركبوا على 90 فريم وبكده يبقى عدد الفريمز الزيادة number of excess frames اللي هيفضلوا معايا بسبتراكت الاوريجينال number of frames اللي كانوا معايا في البداية اللي هم 100 minus عدد الفريمز اللي محتاجينهم عشان نركب عليهم ال 180 lenses اللي هم 90 وبكده هيفضل معايا 10 frames بعد ما ركب ال 180 lenses عليهم لان انا معايا 180 lens هركبهم على 90 frame وفي الاصل انا معايا 100 فريم يبقى المتبقي معايا كام 100 minus 90 يعني 10 فريمز. طيب زي ما احنا عملنا الاكزامبل بتاع الليميتنج والاكسس ده على الفريمز والجلاسز احنا ممكن نطبق الكلام ده على الكيمستري. طيب مسألة 0.05 مول اوف ماجنيزيوم Mg is added اضافت to 0.075 mole of hydrochloric acid HCl which reagent magnesium or hydrochloric acid is in excess. مين فيهم المغنيسيوم ولا الهيدروكلوريك اسيد زياده؟ We explain why. نشرح السبب. طيب دلوقتي الايكويشن بتقول ان المغنيسيوم بيتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد عشان يطلع مغنيسيوم كلورايد وهيدروجين غاز. اول حاجه عشان نعرف مين الاكسس هل هو المغنيسيوم ولا الهيدروكلوريك اسيد ننزل الريشيو ما بين المغنيسيوم والهيدروكلوريك اسيد اللي في الايكويشن اللي هي 1 to 2 ونحط المولز بتاعت المغنيسيوم تحت المغنيسيوم ونعمل كويستشن مارك تحت الهيدروكلوريك اسيد او العكس. طيب يبقى المفروض لو حطينا المولز اوف ماجنيزيوم 0.5 تحت المغنيسيوم وكويستشن مارك عند الهيدروكلوريك اسيد نعمل كروس ملتيبليكيشن نلاقي ان احنا محتاجين 0.10 مول من الهيدروكلوريك اسيد تو رياكت مع ال 0.05 مول من المغنيسيوم.
بالمقارنة، هل دول أكتر ولا أقل من المولز of hydrochloric acid الأفيليبل؟ نبص كده فوق الأفيليبل 0.075 مول of hydrochloric، يبقى دول أكتر من 0.075 مولز of hydrochloric acid available، وده معناها إن المغنيسيوم هنا excess. ولو عاوز تفسير explanation يكون منطقي تكتبه، يبقى المغنيسيوم is in excess. وممكن نقول ليه بقى السبب، لأن 0.05 مول من المغنيسيوم needs محتاج 0.10 مول من الهيدروكلوريك أسيد to react، اللي هو يعتبر which is greater than أكبر من 0.075 moles available من الهيدروكلوريك أسيد يعني. وبكده يبقى المغنيسيوم هو الزيادة. طيب لو جينا سألنا على المولز بتاعت المغنيسيوم اللي هتفضل في نهاية التفاعل، يبقى لو هنا سؤال calculate the number of moles of the excess reagent left after the reaction، يعني بعد نهاية التفاعل في كم مول من الاكسس reagent. فاحنا نعمل ايه في الحالة دي؟ نشوف الريشيو اللي ما بين المغنيسيوم والهيدروكلوريك اسيد، بس المرة دي نحط المولز بتاعت الليميتنج اللي هو الهيدروكلوريك اسيد تحت الهيدروكلوريك اسيد اللي هو كان 0.075، ونشوف هيحتاج قد ايه من المغنيسيوم. ف 0.075 times 1 over 2 يبقى كده 0.075 مول من الهيدروكلوريك محتاجين 0.0375 مول من المغنيسيوم. طيب المولز دي اللي احنا محتاجينها، طب في الاصل احنا معانا قد ايه؟ 0.05. يبقى المولز اوف مغنيسيوم ان اكسس مولز اوف مغنيسيوم ان اكسس، هنروح عاملين 0.05 اللي هو الاوريجينال مولز ماينس 0.0375 اللي هي المولز اللي هتتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد عشان تديني 0.0125 مولز. وبكده انا طلعت المولز اوف مغنيسيوم اللي هتفضل زياده في نهايه الرياكشن. طيب لو انا سالت عن عدد المولز بتاعت المغنيسيوم كلورايد بروديوسد، كالكوليت the number of moles of magnesium chloride produced، فأنا بروح على الإيكويشن اللي هي Mg plus 2 HCl gives MgCl2، وأعمل ريشيو ما بين المولز بتاعت الليميتنج اللي هو الهيدروكلوريك أسيد مع المولز بتاعت المغنيسيوم كلورايد اللي هو البرودكت. فالريشيو ما بين الهيدروكلوريك أسيد والمغنيسيوم كلورايد البرودكت 2 to 1، يبقى أقدر أقول كده إن المغنيسيوم كلورايد للهيدروكلوريك أسيد الريشيو بتاعتهم 2 to 1. طيب لو أنا معايا من الهيدروكلوريك أسيد 0.075 مول، يبقى ده هيطلع كام مول من المغنيسيوم كلورايد؟ هيطلع 0.075 times 1 over 2 يعني هيطلع 0.0375 مول. وطبعا كنت ممكن أسأل بعد كده على الماس بتاع المغنيسيوم كلورايد produced، يبقى هنا ممكن نقول calculate the mass of magnesium chloride produced. ففي الحالة دي بنروح نشتغل بالقانون بتاع الماس والمولز والام ار، مولز equal mass over ام ار. فهنا المولز 0.0375 والام ار للمغنيسيوم كلورايد احسبه المغنيسيوم 24 وكلورين الواحدة 35.5 وهما 2 يبقى تايمز 2 كل ده يطلع 95. اعمل 95 باي 0.0375 عشان اجيب الماس اوف مغنيسيوم كلورايد، يبقى هنا الماس اوف مغنيسيوم كلورايد از ايكوال تو 0.0375 تايمز
95 give you 3.56 grams. يبقى كده احنا طلعنا وزن المغنيسيوم كلورايد اللي هو produced من الرياكشن بتاع المغنيسيوم مع الهيدروكلوريك اسيد. دي كده مسألة على الليميتنج والإكسس. ناخد برضو another example. A mixture of 25,000 مول of iron 3 oxide and 840,000 gram of carbon is heated. Where the equation Fe2O3 plus 3C gives 2Fe plus 3CO. Which reagent is in excess? Which reagent, يعني يقصد بي الايرون 3 اوكسايد ولا الكربون, is in excess. نعمل ايه؟ اول حاجة ما ينفعش ان انا اعمل ratio between moles من ناحية وماس من ناحية. لازم احول الماس of carbon اللي هو 840,000 grams الى moles بالقانون اللي هو moles is equal to mass over atomic mass. يبقى هنا اول حاجة moles of carbon equal المولز بتاعت الكربون equal 840,000 over الاتوميك ماس of carbon which is 12 equals 70,000 مول. يبقى دي دلوقتي المولز of carbon. اقدر اعمل بعد كده ratio between الايرون 3 اوكسايد والكربون, يعني Fe2O3 للكربون. كام لكام الايكويشن بتقول الريشيو هنا 1 to 3. يبقى لو انا نزلت الريشيو 1 to 3 وبعد كده رحت حاطط هنا 25,000 مول تحت الايرون 3 اوكسايد, اعمل كويستشن مارك تحت الكربون. 25 by 3 over 1 give you 75,000 مول. يبقى كده انت محتاج من الكربون 75,000 مول. طب الرقم ده بالمقارنة كده اقارنه, اعمله comparing مع 70,000 moles of carbon اللي احنا طلعناهم, هو اكبر من 70,000 moles of carbon available, وده معناها ان الايرون فعلا 3 اوكسايد is in excess. ولو عاوز اكتب reason غير ان انا كتبت calculation فباينة جدا طبعا الreason, ممكن اقول ان الايرون 3 اوكسايد is in excess since ان ال 25 moles 25,000 moles of Fe2O3 needs 75,000 moles of carbon to react, which is greater than ال 70,000 moles of carbon available. يبقى كده فعلا الايرون 3 اوكسايد is in excess. كده احنا خلصنا درس الليميتنج والاكسس. ناخد الدرس اللي بعديه empirical and molecular formulae. empirical and molecular formulae. اول حاجة لو انا اخدت جلوكوز كاكزامبل وسألت what is the molecular formula of glucose, molecular formula of glucose, المولكولار formula of glucose اكيد معروفة اللي هي C6H12O6, ودي فورمولا بتديني عدد الاتمز بتاع كل element جوه 1 molecule من الجلوكوز. طيب لو جيت سألت what is the empirical formula of glucose, empirical formula of glucose, في الحالة دي أنا بعمل إيه؟ بديفايد النمبر of carbon and hydrogen and oxygen atoms over the smallest number 6 عشان to get simplest whole number ratio اللي هي تطلع إيه في الآخر, تطلع CH2O. CH2O لأن 6 divided 6 في الكربون 1 و 12 divided 6 في الهيدروجين 2 و 6 divided 6 في الأكسجين 1. يبقى الإمبيريكال فورمولا of glucose is CH2O.
O. طيب سؤال دلوقتي الامبيريكال فورمولا دي فورمولا بتدي ايه؟ بتدي smallest whole number ratio between atoms inside a molecule. طيب هو دلوقتي الفورمولا الامبيريكال بتاعت الجلوكوز اللي هي CH2O لو اتكررت how many times تدي المولكيولار فورمولا بتاعت الجلوكوز لو اتكررت 6 times اللي هو لما احنا عملنا ديفيجن على 6 فلو اتكررت الامبيريكال فورمولا اوف جلوكوز 6 times ترجع مولكيولار فورمولا وده معناه ان اي مولكيولار فورمولا مرتبط عن بالامبيريكال بتاعته عن طريق عدد العدد ده N فممكن نقول ان المولكيولر فورمولا is equal to الامبيريكال فورمولا بتاعت الكومباوند اللي هي ابسط ريشيو هون نمبر للكومباوند متكررة عدد مرات معين اللي هو N والN ده اسمه number of repeated formula units او empirical formula units N the number of empirical formula units وطبعا بيختلف على حسب الكومباوند ناخد another example بلاش الجلوكوز ناخد for example بيوتين organic gas organic compound اسمه بيوتين بيوتين البيوتين المولكيولر فورمولا بتاعته C4H10 فلو سألت ايه هي الامبيريكال فورمولا هنعمل ديفيجن على 2 فتبقى C2H5 دي كده الامبيريكال فورمولا للبيوتين طب how many times الامبيريكال فورمولا will be repeated في البيوتين to give المولكيولر فورمولا of بيوتين 2 اللي احنا عملنا عليها ديفيجن وبكده يبقى المولكيولر فورمولا اوف بيوتين C4H10 is equal to الامبيريكال فورمولا اوف بيوتين C2H5 all 2 يبقى هنا النمبر اوف امبيريكال فورمولا يونتس is 2 طيب دلوقتي لو انا اتشال لي المولكيولر فورمولا بتاعت الجلوكوز او البيوتين ازاي ان انا اقدر ارجع الامبيريكال لمولكيولر بان انا بكون عارف الان يعني مثلا في الجلوكوز انا عارف الان ب 6 فبدخل ال 6 على الكربون عشان ترجع لي C6 وادخل ال 6 على الهيدروجين عشان ترجع لي H12 وارجع ال 6 على الاكسجين اللي هي واحده عشان ترجع لي O6 ونفس الكلام في البيوتين بدخل الاثنين على الكربون فبتبقى C4 وبدخل الاثنين على الهيدروجينز فبتبقى H10 بعمل مالتيبلاينج ال2 باي 2 وال2 باي 5 فترجع لي 4 و10 طيب برضو انا اعرف منين ان الان في الجلوكوز ب6 والان في البيوتين ب2 عشان تعرف الان لازم الاكزامينر يديك الام ار بتاع الكومباوند وانت بتحسب الاي ار طب ايه هو الام ار وايه هو الاي ار الام ار ده وزن المولكيولر فورمولا يبقى ده ريليتيف مولكيولر ماس اما الاي ار ده وزن الامبيريكال فورمولا يعني ده ريليتيف امبيريكال ماس يعني مثلا في الاكزامبل بتاع جلوكوز الاكزامبل اللي احنا خدناه من شويه للجلوكوز اللي هو المولكيولر فورمولا C6H12O6 الام ار بتاعت الجلوكوز اصلا اللي هي عباره عن اكسجين وكربون وهيدروجين الكربون 12 باي 6 والهيدروجين 1 باي 12 والاكسجين 16 باي 6 دي بتبقى 180 بالنسبه للامبيريكال فورمولا بتاعت الجلوكوز اللي هي CH2O احنا بنقدر نحسبها من الامبيريكال فورمولا اللي هي 12 بلس 1 في 2 بلس 16 12 بلس 1 باي 2 بلس 16 اللي هي تطلع 30 وبالتالي لو انا مش معايا المولكيولر فورمولا بتاعت الجلوكوز بس معايا الام ار والاي ار والامبيريكال فورمولا يعني انا معايا الامبيريكال فورمولا ومعايا الام ار ومعايا الاي ار في الحاله دي اقدر احسب عدد الامبيريكال فورمولا يونتس باي ديفايدنج الام ار على الاي ار الام ار 180 والاي ار 30 180 over 30 تطلع 6
وبكده ده معناها ان الموليكولر فورمولا بتاعت الجلوكوز is equal to the empirical formula بتاعته اللي هو CH2O repeated 6 times. ادخل ال 6 على الكربون تطلع C6 وال 6 على الهيدروجين تطلع H12 وال 6 على الO تطلع O6. دي كده الموليكولر فورمولا بتاعت الايه بتاعت الجلوكوز. طيب ناخد بقى مساله كامله ونشوف بتتحل ازاي. An organic compound contains 24.24% carbon, 4.04% hydrogen, 71.72% chlorine biomass, and its relative molecular mass اللي هي MR is equal to 99. Calculate its empirical formula and molecular formula. يبقى calculate its molecular and empirical formulae. طيب اول حاجه نعمل ايه؟ ننزل السيمبلز بتاعت الاليمنتس اللي هما الكربون والهيدروجين والكلورين. يبقى نحط هنا كربون هيدروجين كلورين ونروح جايبين البريودك تيبل ومطلعين الريلاتيف اتوميك ماس بتاع كل اليمنت. الكربون 12، الهيدروجين 1، الكلورين 35.5. واول حاجه نكتب الماس بتاع ايتش اليمنت. هتقولي بس هو مش مديني الماس، هو مديني البرسنتج. بس هو البرسنتج دي باي ماس، ومعنى الكلام ده ان كل برسنتج دول ممكن تعتبرها كماس، على اساس يعني ان السامبل اللي هو بيتكلم عليها دي 100 جرامز، فتبقى نسبة 24.24% كربون. لو انا خدتها من ال 100 اللي هي 24.24 من 100 دي البرسنتج من 100 جرامز، تطلع 24.24 جرامز كربون، وهكذا بقية الاليمنت. يبقى انا اول ما بشوف كلمة باي ماس في المسألة فده معناه ان انا اقدر اعتبر البرسنتجز اللي جيفن في المسألة as masses. يبقى هنا الماس بتاع الكربون 24.24 والماس بتاع الهيدروجين is 4.04 والماس بتاع الكلورين is 71.72. تاني ستيب نحول الماس لمولز بالقانون اللي هو مولز is equal to mass over atomic mass. Moles is equal to mass over relative atomic mass. يبقى احنا هنعمل dividing الماس 24.24 over 12 الاتوميك ماس، 4.04 over 1، 71.72 over 35.5. ده هيطلع لنا على الكالكليتر 2.02، وهنا 4.04، وهنا 2.02. تالت ستيب نعمل ريشيو بين المولز اللي احنا طلعناه عشان نجيب السمبلست هول نمبر ريشيو اللي هي الامبيريكال فورم. طيب نعمل ريشيو ازاي؟ بنعمل ديفايدنج على السمولست نمبر اللي هي هنا 2.02، يبقى كله يتقسم على 2.02. لما كله يتقسم على 2.02 تطلع ريشيو 1:2:1، وبكده اقدر اقول ان الامبيريكال فورمولا بتاع الكومباوند CH2Cl. يبقى الامبيريكال فورمولا از واحده سي واتنين اتش وواحده سي ال. يبقى كده انا وصلت للامبيريكال فورمولا. طيب هو عاوز بعد كده نحول الامبيريكال انتو موليكولر. ما هو عاوز الموليكولر والامبيريكال، هي طبعا الامبيريكال اللي بتطلع الاول وبعد كده الموليكولر. طب ازاي نقدر نحول الامبيريكال اللي احنا طلعناها CH2Cl into molecular؟ اول حاجه لازم نحسب عدد الامبيريكال يونتس اللي هي الان. طب الان بتتحسب ازاي؟ بالرول MR والاي ار. MR ده اللي هو ريلاتيف مولكيولر ماس، هو كان مديهولك MR ب 99، هنا اهو MR ب 99، يبقى انا اكتب 99. طب والاي ار اجيبها منين؟ بجيبها من الامبيريكال فورمولا اللي انا طلعتها CH2Cl. الكربون ب 12 والهيدروجين 1 باي 2
والكلورين ب 35.5 يبقى كله ده على بعضه 49.5 يبقى دي الامبيريكال فورمولا ماس. اروح اكتب 49.5 واعمل ديفايدنج 99 على 49.5 هتطلع 2 يبقى الان عندي بكام؟ باتنين. بعد كده اروح اكتب القانون اللي هو بيربط الموليكولر فورمولا بالامبيريكال. موليكولر فورمولا is equal to الامبيريكال فورمولا all n اللي هو number of empirical formula units all n. اشيل الامبيريكال فورمولا واكتب CH2Cl اللي انا مطلعها واشيل ال n واكتب 2 وادخل 2 على الكربون تطلع C2 و2 على الهيدروجين تطلع H4 و2 على Cl تطلع Cl2 يبقى الموليكولر فورمولا بتاع الكومباوند is C2H4Cl2. طيب ناخد another example بس الاكزامبل اللي جاي ده انا هوصل للامبيريكال فورمولا بس. طيب في fertilizer contains 35% nitrogen و 5% hydrogen by mass and the remainder is oxygen and the remainder is oxygen. Calculate its empirical formula. Calculate its empirical formula. طيب اول حاجة هو لما قال and the remainder is oxygen لازم نجيب نسبة الاكسجين يبقى percentage oxygen is equal to 100 minus the percentage of nitrogen اللي هي 35 plus the percentage of hydrogen اللي هي 5 وبكده يبقى ال percentage oxygen 60%. بعد كده بروح اكتب الاليمنتس اللي عندنا اللي هما النيتروجين والهيدروجين والاكسجين نيتروجين هيدروجين اكسجين وبجيب الاتوميك ماسز من البريودك تيبل نيتروجين 14 هيدروجين 1 اكسجين 16 وبروح حاطط الماس. طب الماس اوف نيتروجين اللي هو البرسنتج بتاعته 35 والهيدروجين اللي هو 5 والاكسجين اللي هو 16 اكسجين اللي هو 60. بعد كده بنحول الماس الى مولز بنعمل ديفايدنج الماس على الاتوميك ماس 5 اوفر 1 للهيدروجين 60 اوفر 16 للاكسجين. اول واحده طلع لنا هنا 2.5 تاني واحده طلع لنا 5 تالت واحده طلع لنا 3.75. طيب هنجيب بعد كده الريشيو هنجيب الريشيو بنا نعمل dividing على smallest number اللي هو 2.5 ف 2.5 على 2.5 تدي 1 5 على 2.5 تدي 2 و 3.75 على 2.5 تدي 1.5. طب الريشيو دي مش whole number نعمل ايه؟ نضرب times 2 فلو ضربنا times 2 تبقى 2 4 و 3 ومن هنا يبقى الامبيريكال فورمولا اوف ذا فيرتلايزر امبيريكال فورمولا اوف الفيرتلايزر از ايكوال تو N2H4O3 يبقى ده كده الامبيريكال فورمولا بتاعت الفيرتلايزر. طبعا ريمارك الريمارك دي ملهاش دعوه بالسؤال خالص. الريمارك دي على الفورمولا اللي هي N2H4O3 يا جماعه ال N2H4O3 هو الامونيوم نيتريت N2H4O3 ده هو NH4NO3 اللي هو الامونيوم نيتريت وده فيرتلايزر فعلا امونيوم نيتريت. طيب دي مساله الامونيوم نيتريت. باي ذا واي هو ليه ما اداش الام ار وخلاك تحسب الموليكولر؟ لان الموليكولر في الحاله دي هي هي الامبيريكال وده معناه ان الان ب1 ما احنا اولاد ايه اللي بيربط الامبيريكال بالموليكولر بالموليكولر قانون الموليكولر فورمولا تساوي الامبيريكال فورمولا او الان فامتى تطلع الموليكولر هي الامبيريكال لو الان ب1. فالمساله دي
بتاعت الفيرتلايزر هي ال N بون، فالموليكلر هو الامبيريكال. فعشان كده هو ما خلكش تحسب الموليكلر على اساس ان كده كده هتطلع هي نفسها الامبيريكال. طيب في another question بيقول ايه؟ بيقول an oxide of iron contains 72.41% iron by mass. Calculate its empirical formula. Calculate its empirical formula. برضو أول point لازم نحسبها هو ال percentage of oxygen. ما هو ده oxide ودي نسبة الايرن اللي فيه، امال بقية الاكس بقية الكومباوند اكسجين. طب percentage of oxygen كام؟ percentage of oxygen is equal to 100 minus 72.41 اللي هي تطلع 27.59%. بعد كده بنحط الاليمنت ايرن والاكسجين جنب بعض، ايرن 56 اكسجين 16، وبعد كده نكتب الوزن الماس بتاع الايرن اللي هو البرسنتج بتاعته، والاكسجين نفس الكلام البرسنتج بتاعته، ونحول الماس into مولز by dividing الماس على الاتوميك ماس 72.41 divided 56 و 27.59 divided 16 هيطلع 1.293 و 1.724. بعد كده نعمل dividing على smaller number عشان نجيب الratio. يبقى الratio هنقسم على 1.293 تطلع 1، وهنا dividing على 1.293 هتطلع 1.33. بعد ما جبنا الratio مش whole number، لازم نخليها whole number. طيب لو ضربنا في 2 هتبقى دي 2 ودي 2.66 برضو مش whole number. لو ضربنا في 3 هتبقى دي 3 ودي 3.99. 3.99 can be rounded to 4. وبكده يبقى الكمباوند ده الامبيريكال فورمولا بتاعته، امبيريكال فورمولا is Fe3O4. طبعا ما كنتش اقدر يا ولاد ان انا اعمل rounding ال 1.33 ل 1 اللي هي دي، كنتش اقدر اعمل rounding ال 1.33 ل 1 وأقول إن الريشيو بتوين آيرن للأكسجين 1:1، ولا كنت أقدر أعمل راوندينج للريشيو 2 to 2.66 وأقول إنها 2 to 3، لكن تقدر تعمل راوندينج ل 3 ل 3.99 فتقول إنها 3 to 4. يبقى الريشيو 3 to 4. وطبعا ممكن بعد ما تخلص المسألة إن أنت تتأكد إن الفورمولا بتاعتك دي هي اللي طلعتها صح. إزاي؟ بإنك تحسب نسبة الآيرن جوه الآيرن 3 او اللي هو الماجنتيك ايرن 3 اوكسايد او الماجنتيك ايرن اوكسايد اللي هو الاف اي 3 او 4، ده اسمه ماجنتيك ايرن اوكسايد. تحسب نسبه الايرن جواه ازاي اف اي 3 او 4؟ بان انت تجيب وزن الثلاثه ايرن اللي هو 3 في 56، وتعمل لها ديفيجن على وزن الثلاثه ايرن تاني اللي هي 3 في 56 زائد اللي هي الاكسجين 16 في 4، اكنك بتحسب الام ار اللي تحت دي اللي هي الام ار بتاعت المركب بتاعت الاف اي 3 و4، وتعمل تايمز 100 وتعمل تايمز 100. طيب لو البرسنتج بالكالكوليشن طلعت لك نفس البرسنتج جيفن في المساله يبقى انت صح. وفعلا لو عملت الكلام ده بالكالكوليتر هتلاقي ان دي اللي فوق في النيوميريتر 168 واللي تحت في الدينومينيتر 232، ولو عملت multiplying times 100 168 divided 232 times 100 فعلا على الكالكليتر بتدي لك 72.41%. وبكده يبقى الكمباوند اللي انت طلعت الفورمولا بتاعته Fe3O4 هي المظبوطة. وبكده يبقى احنا خلصنا درس الامبيريكال والموليكولر فورمولي.